سي حنا ساكنين مع هاد السيدة راه سنين هادي راه من ألفين <applause> وحداش وهي معدية علينا معدية علينا لا الجيران لا ديك يخرجو دابا الجيران كلشي اللي كنت معاهم خرجو دابا هادو إيه كيتحولو دابا كانوا شارين سوارت وباعوهم وخرجو دابا هادو هادو دابا بقى معايا جداد تا هما مساكن كرفصة عليهم أه كدير داك النفل اللي ما كتخليناش ننسو ولادنا اللي طلعوا كنخافوا عليهم بناتنا اللي طلعوا كنخافوا عليهم انا دايره نشرب برا مثلا تن تنطلع كاع للسطح على قبل باش ما نلقاش داك المشكل ديال نبقى طالعه نازله الجيران أه كدير علينا كاملين حنتي الا دركت على كل شيء وكتبقى تخبط بالسلوم ولا ما عرفت باش هذاك الشيء دير دي بزاف الحوايج كتعدلنا على ولادنا كتبقى تخبط في الباب كتنزل ولاد اه كت اه كت بحال دابا هضرت تشنق عليهم دابا بحال كما يخصهم ولادهم واخا يضربوا ولاده يضربوهم واخا ولادها يضربوهم خصهم ما يهضروش هما واخا ما يهدروش سنين وانا كنعاني مشيت لدارهم مشيت عند الواليده ديال الله يعمرها دار كتقول لي ما عندي ما ندير ليها كتقول لي راه من صغر ما عرفتش كيفاش خرجت لينا بحال هكاك تا خوتها تا هما تيجيو عليا وما يصالحوا عليا وما ما ما لقينا لا حتى شي حاجه كنطلبوها من السلطات وهي تدخلوا نعم انا جارتي أنا ساكنه فوق منها كتعدى علي يا أختي، تكرفسات عليا بزاف، تكرفسات لي على راجلي، تكرفسات عليا على أولادي، علي معيشة أنا في الرعب بزاف، ضربت لي يا راجلي جاء نازل، كنا غاديين نديكلاريو وتهجمت عليا في الدار، وهرست لي مواعني، وعندي عليها أدلة وفيديوهات اللي مهرسة لي مواعني في الدار لداخل، كنت هزه كنت غنطيب الخرشف شوف هزته لي في الدروج، اشتالته لي في الدروج كله. ومنين خرجنا وكنغوتو داك الشيء مشينا نديكلارو بها البوليس جا هبط راجلي جينا هبطينا انا وياها انا وياه انا ما خلاتنيش ندوز وقفات بالعصيه في الدروج قال لي يا راجلي غير زيدي انا زعما راه غيحميني هو راه حماني انا وهي تضربوا بالعصا هنا الراس هنايا وهذا الشيء راه موثق في الفيديو عندي ومن بعد مشيت ديكلاريت بها وداك الشيء وما داروا معنا حتى شي حاجه بقينا طلعوا هذا النهار غدا هذا النهار غدا من بعد داز شي شهرين على داك الواقعه ولا ثلاث شهور جات عندي الاخت ديالي من مدينه تازة جات عندي غير ضيفه شدات اسخرتها تجيب لي الخبز بقات كتحرش عليها ولاد ولادها في الدروج باش يضربوها والاخت ديالي شدها واحد الولد جرها من من كسوتها وهي تقول ليه بعد مني وهي تخرج ليها شدتها ضربتها شدت ليها يديها ضربت ليها مع حديده وها هي راه مشيت للسبيطار ودرت ليها شهاده طبيه فيها 20 يوم وهذا الفوطو اللي خرجوا ليا وجاو ليها فعلا جاو ليها البوليس جاو ليها لقاوهاش هنا عرفات بانها مشيت عند البوليس هربات ولا غد لي استدعاوها مشات وقلت لهم لا انا ما درت ليها حتى شي حاجه نكرات وانا عندي عليها شهود يعني الناس راه شافوها وتبراو منها فعلا هما تبراو منها قالوا لها ما تعاوديش توصلي هاد السيده تشوف المحكمه شنو غدير لكم من بعد ما عرفتش القضيه كان ماشي كيقولوا كي لي ما كاين والو انا كنطلب من المسؤولين مسي الحموشي ومن جلاله الملك يدير لينا مع شي حل مع هاد السيده حنا عيينا تقهرنا والبارح بالليل قدام الجيران كلهم تيسمعوا قالت لي حضي راسك مني حضي ولادك مني مني انا يعني كتهددني بولادي والناس كيسمعوا كل شيء الجيران هادو اللي دايرين كل شيء كيسمع والبارح قلت لها انا غاده عند البوليس قلت سيري وفوتيهم قالت لي انت ما كتلقاي حتى عشا ليله عاد غتمشي عند البوليس ما ما عرفناش حنا كناشدوا المسؤولين يديروا لنا شي حل انا اربع سنين وحنا على هذا الحال والسيد اكثر مني والسيد اللي قبل مني وسكنوا هنايا بزاف ديال الناس اللي رحلوا بسببها هي أه السيده كتستغل كتستغل الوقت اللي ما كنكونوش فيه حنا في الدار وكدير المشاكل وهذا وكتطلع كتطلع تجيب تجيب شي اه ناس شماكريه وهذا كتعيط عليهم وكيجيو كيهدوا لنا الوليدات ديالنا كيدخلوا على العيالات ديالنا للدار وعاد زياده على ذلك السيده ديالك كتكون غاديه تجيب وليدات من المدرسه ولا هذا كتسمع كتبات كدير راسها بحال كتعرف ولاده ولكن هي كتوجه الهضره للناس اللي هما جيران كنا كان عندنا الباب ديال السطح كانت حيدت ليه القفل خلاتو محلول كيبقى البرد كيدخل لينا وحنا الحكم ديال الناس الساكن حدا السطح كيبقى يدخل لينا هذاك البرد وسميتو نضنا تفاهمنا مع الجيران وداك الشيء وتفاهمنا درنا لي واحد الساقطه كتحل باليد عاديه درناها جات هي جابت شي ناس وداك الشيء وهذا وكتحيد فيها قالت السيده لا ما يمكنش حي تحيديها حيت هذيك راه درناها للناس داك الشيء وهي تهجم عليها جات تهجمت عليها مشات جابت جابت هذاك واحد السيده وواحد سيده اخر وتجمع على السيده في الدار وداك الشيء وانا عندنا داك الفيديو موثق بهذه المسائل اللي كنقول مراتي انا في مراكش دابا هي والوليدات مشات بسبب هذه المشاكل هذا حيت حيت خافت خافت على وليداتها آه وخافت على درت انتقال للوليدات حيث ما قدرناش دابا انا عايش بوحدي هنا بحكم العمل ما نقدرش ننتقل عند عند الزوجه عن ديالي الطلب ديالي دي من المسؤولين هو انهم ياخذوا لنا الحق ديالنا حيت هذا الشيء راه بزاف بزاف حنا بغينا نعيشوا وليداتنا حنا كنقولوا البلاد عايشين في الامن عارفين حنا البلاد ديالنا بلاد الامن والسلام بغينا بغينا س... نعيشوا في هذا السلم والامان بغينا نعيشوا فيه ونطمئنوا نبركوا مع وليداتنا وحنا هانين وما نسمعوا لا كلام خايب لا والو دابا لدرجه ان الاولاد ديالها بالطبع بدات التطبع اللي ولاو متبعين منها ولاو حتى هما كيقولوا الهضره خايبه بني عندها سنين كتقول الهضره خيبة، والوليد عندي بحكم انه يوميا كيسمع ديك الهضره ولا كيعاود ديك الهضره انا خفت على وليدات ديالي انهم غادي التربيه ديالهم غتخسر لهم هداك الشيء اضطريت انني ندير لهم انتقال الحاجه اللي هي صعيبه علي انا كزوج انا الزوج جالس هنا في المدينه والزوجه ديالي في مدينه وبحكم هذا الحجر الصحي البنيه ديالي اخر مره فاش بغيت نجي تاثرت لواحد الدرجه ما كتصورش البنيه قالت لي ما تمشيش ديني معاك قلت لها هو بنيتي كاين هاد المشاكل داكشي قالت لي غير ديني معاك وكتبكي وما خلاتنيش نمشي الليل كامل نمشي درجة ما خلاتنيش نبكي ما خلاتنيش نمشي لواحد الدرجه ما حنا راه معيش معيش انا تخيتي في في الرعب ما بقيناش كنمشيو للخدمه ما بقيناش كنرتاحوا في الخدمه حنا ساكنين في السفلي هي كتجي حتى 12 الليل وحده كتدخل كتلقى علينا الموسيقى في الجهه كتخدم الشعب وكتبقى دير علينا حشومه هذا الشيء خصنا الناس يتدخلوا كنطلبوا من الحموش يتدخل هذا الشيء راه بزاف ولينا خايفين على عيالاتنا ولينا خايفين على وليداتنا راه بزاف تقهرنا راه صبرنا عينا اختي دابا ولينا كنخرجوا بغينا نلقاو بلاصه اخرى نتحولوا من هنايا وي ولينا ولينا خايفين على على ولادنا بزاف راه حنا دابا مابقيناش بقناش كنطلعوا للصح باش نشرو كيهرب 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 كي الناس اللي جا في ما في ما كيجي شي واحد كيجي حتى كيوصل للدار تقول لك واش هذيك خيتي باقا ساكنه تما صافي كيسلت يعني هي معروفه معروفه حنا ولينا صافي ما بقى عندنا ما نقول وقت صافي تقاداو لينا مع هاد السيده هادشي بزاف هادشي